بسم الله الرحمن الرحيم. مع الموضوع الأول من موضوعات استخدام الإحصاء التطبيقي في مجال المحاسبة، موضوع اختبارات الفروض، موضوع مهم جدا بالنسبة للمراجعين، بالنسبة للمحاسبين. هنشوف دلوقتي يعني ايه اختبارات ويعني ايه كلمة فروض بالتدريج مع بعض واحدة واحدة. في البداية ان لازم نتعرف على بعض المفاهيم. المفاهيم ديت هتقول لي بتيجي في الامتحان، اقول لك اه، يعني مثلا تركز في مفهوم المجتمع ومفهوم العينة، والحتة دي مش هتتعبك. طيب المفاهيم دي اساسية وهتساعدك في فهم الموضوع. تعال نتعرف الاول يعني ايه مجتمع ويعني ايه عينة. المجتمع ده بيبقى عبارة عن مجموعة مفردات بتجمعها خصائص مشتركة. زي ايه مثلا؟ زي انتاج احد الالات، ده يسموه مجتمع الانتاج. فاحنا في الاحصاء بنطلق لفظ مجتمع على المفردات التي تتصف بخصائص مشتركة، زي مثلا مجتمع الفواتير بتاع احد الشركات. واحد مثلا راح يراجع شركة في نهاية السنة، فلقى عندها فواتير حوالي 600,000 فاتورة، فده يسموه مجتمع الفواتير. طبعا استحالة يراجع 600,000، فبياخد عينة يقول له اديني عينة من شهر كذا، او اديني الفواتير اللي قيمتها بتزيد عن 200,000 جنيه اراجعها، يعني حسب ما بيتراءى للمراجع. انما في النهاية هو كده خد عينة، فاللي بياخد عينة ويبني عليها قرار لازم يكون حذر، لان العينة دي ممكن تكون ممثلة للمجتمع بشكل جيد وممكن لا. والمهم لازم يطلع فرق بين نتيجة المجتمع ونتيجة العينة، يعني صعب جدا ان يحصل تطابق بينهم. في حاجة عندنا اسمها معالم المجتمع وناخد بالنا منها. معالم المجتمع زي متوسط المجتمع، زي تباين المجتمع، دي مقاييس ومؤشرات بتصف بدقة المجتمع، زي معالم الطريق. فدي معالم المجتمع، متوسطه، تباينه، النسبة. طيب بالنسبة لتعريف المجتمع اتكلمنا انه مجموعة مفردات تجمع خصائص مشتركة، ودراسته بتاخد وقت وجهد كبير جدا. وكمان في مجتمعات ما ينفعش ادرسها بالكامل، زي مجتمع الاسلحة ولا طلقات الرصاص. انا هجرب عينة منها، ما ينفعش ايه ادرس المجتمع كله عشان اوصل لاقصى دقة، الكلام ده مستحيل. اما العينة بقى تعرفها فهي جزء من المجتمع، بندرسها بدل من دراسة المجتمع كله، وبنعمم نتائجها على المجتمع. الكلام اللي انا بقوله ده ممكن بسألك فيه ليه؟ لازم اطمن ان عندك فكرة اساسية يعني ايه مجتمع ويعني ايه عينة. طب وعشان ابين لك اهمية الموضوع ركز معايا كده، ان المسألة هيجي لك فيها رقمين، وده اسمه وسط حسابي وده اسمه وسط حسابي، بس ده بتاع مجتمع وده بتاع عينة. هتقول لي ازاي يبقى في متوسطين في مسألة واحدة؟ اقول لك، اجي اقول لك مثلا ان احنا ايه، صاحب مخبز بيدعي ان متوسط وزن الرغيف 100 جرام وانه بينفذ التعليمات الموجهة ليه. فاقرأ المسألة، يدعي صاحب احد المخابز ان متوسط وزن الرغيف 100. طيب ماشي، بيقول له سحبت عينة من انتاج المخبز فوجد ان متوسط وزن الرغيف في العينة 90 جرام. في الحالة ده هيت الاقي ظهر متوسط تاني اللي هو متوسط بتاع عينة. طب بعرفهم من بعض ازاي؟ ان اللي بيتقال بعد كلمة سحبت عينة بيبقى بيانات عينة، واللي بيتقال قبل كلمة سحبت عينة بيبقى مقاييس او معالم مجتمع. فبقول لنفسي ان متوسط المجتمع اهو ب100، وادي متوسط العينة ب90. في فرق بينهم؟ اه في فرق بينهم اللي هو 10. بتاع الاحصاء بقى بيمسك الفرق بين متوسط المجتمع والفرق بين متوسط العينة اللي هو 10 دي ويختبرها، ويشوف الفرق ده جوهري ولا مش جوهري، حقيقي ولا مش حقيقي. فعشان كده لازم ابقى يقظ وانا اثناء قراءة المسألة، فاقول اه ده متوسط مجتمع يبقى ليه رمز معين، متوسط عينة ليه رمز تاني، برغم ان ده متوسط وده متوسط، بس بتاع المجتمع بنديله رمز ميم، متوسط المجتمع رمزه ميم، لكن متوسط العينة رمزه سين شرطة، رمزه سين شرطة، زي ما هنشوف في المسائل كمان شوية. المفهوم الرابع اللي لازم ناخد بالنا منه الفرض الإحصائي. كلمة فرض دي معناها ادعاء. طبعا الادعاء ده بيبقى قابل انه يطلع صح او غلط، ده ادعاء او تخمين حوالين المجتمع. والفصل بقى اللي احنا بندرسه ده هدفه التحقق من صحة هذا الادعاء،
هل هو صحيح ولا مش صحيح؟ فاختبارات الفروض بتنقسم إلى عدة أقسام، منها اختبارات الفروض حوالين المتوسط بتاع المجتمع، اختبارات الفروض حول المتوسط، وفي اختبارات الفروض حول النسبة، وفي حول المتوسطين، وفي حول النسبتين، زي ما هنشوف. تعالى كده بنقول ايه معنى كلمة اختبارات الفروض حول المتوسط بتاع المجتمع. تعني اختبار ما اذا كان متوسط المجتمع اللي هو رمزه ميم يزيد او يقل او يختلف عن قيمة معينة. على سبيل المثال، اختبار ما اذا كان متوسط رأس المال العامل في نوع معين من الشركات بيقل عن 500 ألف جنيه. اختبار ما اذا كان متوسط الديون المشكوك في تحصيلها لدى الشركات التابعة لقطاع معين اكتر من 250 ألف جنيه. بشوف بستخدم كلمة يقل ويزيد، وده هيفرق معانا واحنا بنحل. اختبار ما اذا كان متوسط الارصدة المدينة في نوع معين من الشركات يختلف عن 750 ألف. في 3 كلمات انا حاطط تحتهم خط، كلمة يقل وكلمة يزيد وكلمة يختلف. هنعرف كمان شوية ان كلمة يقل او كلمة يزيد دي معناها ان الاختبار ذو جانب واحد او اختبار جانب واحد، اما كلمة يختلف دي معناها ان الاختبار جانبين، وهنشوف هتفرق في ايه حالا. في نوعين بقى من اختبارات الفروض حوالين المتوسط، ودي حتة مهمة جدا لازم تبقى واخد بالك منها وانت بتحل المسألة. اختبار اسمه ايه واختبار اسمه ته. يعني انا عشان اختبر الفرض بتاع المتوسط قدامي احد اختبارين، يا اما باليه يا اما بالته. امتى بطبق اليه؟ لما يكون حجم العينة اكتر من 30 مفردة. سحبت عينة من الفواتير اكتر من 30 فاتورة مثلا، او 30 بالظبط، وتسمى دي حالة العينات الكبيرة. وفي اختبار تاني اسمه اختبار ت، وبطبقه لو حجم العينة في المسألة اقل من 30، ودي اسمها حالة العينات الصغيرة. ناخد مسألة على حالة العينات الكبيرة ونشوف جواها القوانين. طب ليه انا محطتش القوانين قبل ما اخش في الموضوع؟ لما اخد القوانين بالتطبيق على مسألة بتثبت في الذهن اكتر. وبطمنكم بردك زي الترم الاول ما تبقاش عندك مشكلة من القوانين، لان هي هتبقى تجيلك في ورقة مستقلة جنب ورقة الامتحان اللي هي العلاقات اللي انت هتحتاجها في الحل. تعال نقرأ المسألة بهدوء. يعلن مدير احد متاجر الجملة الشهيرة ان متوسط قيمة الفاتورة 1000 جنيه. هو كده بيدعي ان المتوسط 1000، يبقى ده متوسط مجتمع ولا عينة؟ ده اكيد مجتمع. طيب بانحراف معياري 100 جنيه. طب الانحراف المعياري ده بتاع مجتمع ولا عينة؟ ده بتاع مجتمع. نكمل قراية. وللتأكد من ذلك قام المراجع الخارجي بزيارة المتجر وسحب عينة عشوائية من 100 فاتورة. سحب عينة عشوائية من 100 فاتورة وقام بفحصها. فلما قام بفحصها وجد ان متوسط قيمة الفاتورة 900 جنيه. ده متوسط جديد. بانحراف معياري 120 جنيه، ده انحراف معياري جديد غير الانحراف المعياري اللي كان في اول المسألة. المطلوب عند معامل ثقة 95% اختبر ما اذا كان متوسط قيمة الفاتورة اقل من ما هو معلن عنه في المتجر. نقطة البداية في الحل ان انا اعمل اقسم الصفحة 2 بس مش للاخر، جدول صغير كده، اعزل بيانات المجتمع عن بيانات العينة. فبحط بيانات المجتمع في جنب واعزلها عن بيانات العينة. بيانات المجتمع بتقول لي ايه؟ ان متوسط وزن الفاتورة 1000 جنيه. فاقول له ادي اول بيان خاص بالمجتمع، اني متوسط قيمة الفاتورة 1000 جنيه. هرمز ده بالرمز ميم، المتوسط بتاع المجتمع. والانحراف المعياري في المجتمع 100 بيرمز له بالرمز سيجما. احفظ الرمزين دول عشان دول بتوع مجتمع. بعد كده اروح اشوف البيانات الخاصة بالعينة. البيانات الخاصة بالعينة جت بعد كلمة سحبت عينة. تعالى كده نتفرج بيانات العينة بنطلعها ازاي. احنا سحبنا عينة من 100 فاتورة. العينة اللي احنا خدناها حجم العينة 100، فبيرمز لحجم العينة بالرمز نون. احفظ الرموز، بنحفظها جوه المسألة. نون ب100. فلقينا متوسط وزن الفاتورة، متوسط قيمة الفاتورة 900 جنيه. بسمي المتوسط الجديد سين شرطة. سين شرطة
بانحراف معياري 120، بانحراف معياري 120، فال 120 دي اسميها عين. يبقى خد بالك من الرموز بتاعت الدرس، انت عندك متوسط مجتمع ومتوسط عينة، وعندك انحراف معياري مجتمع وانحراف معياري للعينة. دلوقتي عايزين نختبر ما اذا كان المتوسط اقل مما هو معلن عنه في المتجر ولا لا. الخطوات بتاعة الحل، ميزة الدرس ده انه بيمشي بخطوات ثابتة. الخطوة الاولى وضع الفروض. في مرحلة وضع الفروض بحط قدامي الاحتمالين، اما ان يكون الكلام صح او الكلام غلط. بحط قدامي فرض اسمه الفرض الاصلي، وبحط فرض ضده اسمه الفرض البديل. الفرض الاصلي بجيبه منين؟ من الادعاء بتاع صاحب المتجر، ميم بتساوي الف. دايما الفرض الاصلي بيبقى فيه علامة يساوي، وبيبقى مكتوب فيه ميم تساوي كذا. خد بالك ميم دي اللي هي رمز المجتمع، ميم اللي هي متوسط المجتمع بألف. الفرض البديل بقول له ميم أقل من ألف، بقول له كلام مضاد للي هو بيقوله. الاختبار ده جانب واحد. ليه جانب واحد؟ عشان كلمة أقل من. ليه السؤال كان فيه كلمة أقل من؟ بيسموه اختبار جانب أيسر. الخطوة التانية بقول له معامل الثقة 95%، يعني انا عايز ابقى واثق في العينه اللي باخدها بنسبه 95%. مستوى المعنويه ده المكمل بتاع معامل الثقه، ممكن اكتبه في الخطوه دي مكان معامل الثقه، وممكن اكتبهم جنب بعض. طب يعني ايه مستوى المعنويه 5%؟ يعني احتمال ارتكاب خطا، يعني احتمال ارتكاب خطا اثناء الاختبار مسموح بخطا في حدود 5%. طب نكمل كلامنا، اروح بقى الخطوة الثالثة، حساب قيمة الاختبار. قيمة الاختبار بتقول لك ايه؟ المحسوبة بتساوي س شرطة ناقص م على سيجما على جذر ن. القانون دوت هتبص تلاقيه مرفق بورقة الامتحان، ايه بتساوي س شرطة ناقص م سيجما على جذر ن. بس نفهم القانون ده معناه ايه ونعرف شكله، ممكن انا لو ايه خدت بالي من الشرح محتاجش ابص في ورقة القوانين. هو هنا بيقول لك انا هجيب الفرق بين متوسط المجتمع ومتوسط العينة، س شرطة ناقص ميم ده فرق بين متوسطين، وبعدين اقسمه على سيجما على جذر نون. اعوض بالبيانات من الجدول اللي انا كنت عامله، س شرطة ب900، ميم ب1000، سيجما على جذر نون يبقى 100 على جذر 100. هيطلع الناتج في الاخر بسالب 10. ممكن كنت احسبها مجرد النظر. ليه؟ لان لما اجي اطرح فوق 900 ناقص 1000 يطلع سالب 100، تحت لما اجي ابص انا عندي 100 على جذر 10، جذر 100، 100 على جذر 100، جذر ال 100 ب 10. طب لما اقسم 100 على 10 يطلع تحت 10، فانا كده اكني بقسم سالب 100 على 10، هتطلع بسالب 10. الخطوه الرابعه والاخيره في الحل ان انا برسم المنحنى اللي هو الطبيعي اللي هو بيشبه الجرس، وبعدين بظلل الجانب الايسر بس منه اللي هو ناحية ايدك الشمال، وبكتب على الرسم بعد ما ظللت الديل الشمال بكتب قيمتين، ركز فيهم كويس قوي. اول حاجة انا عندي دلوقتي في الرسمة دي منطقة بيضاء ومنطقة مظللة اللي هي المخططة بالخطوط الطولية دي، بيفصل بين المنطقتين نقطة معينة او رقم معين. مين الرقم اللي بيتحط هنا؟ اللي هو يه الجدولية، يه الجدولية. امال السالب 10 اللي فوق دي اسمها ايه؟ اسمها ايه المحسوبة، عشان الطالب هو اللي حسبها. فانا بحط ايه الجدولية على الرسم اللي هي سالب 1.65، وبعدين اقارن السالب 10 واشوف مكانها على الرسم، هتقع في المنطقة المظللة ولا المنطقة البيضاء. المنطقة المظللة دي منطقة رفض الفرض الاصلي، والمنطقة البيضاء منطقة قبول الفرض الاصلي. وخد بالك انا تركيزي على الاصلي، يا اما اقبله يا اما ارفضه. طب هتقول لي يعني انا ممكن اكتب على الابيض ده قبول واكتب على المظلل رفض؟ ايوه. طب هتقول لي طب والقيمه اللي فصلت بينهم دي اللي هي 1.65، جبتها منين؟ اقول لك دي يجب على الطالب حفظها. هتقول لي انا هحفظ الرقم اللي هو بيفصل بين المنطقتين؟ اقول لك اه هنحفظه. تحفظه ازاي؟ هم ما فيش غير رقمين بس هتحفظهم في الدرس ده، لما يكون الاختبار جانب ايسر او جانب ايمن بنحفظ 1.65، انما لو الاختبار جانبين يعني بظلل الديل ده وبظلل الديل ده فبكتب
عند الديل ده 1.96%، وعند الديل التاني -1.96%. يبقى انت هتحفظ رقمين بس في الموضوع كله، اللي هما 1.65% دي بتاعت الجانب الواحد، اما 1.96 بتاعت الجانبين. بعد ما بصيت على السالب 10 واكتشفت انها بتقع في منطقة الرفض، فبقول له بما ان قيمة ايه تقع في منطقة الرفض، وبالتالي سيتم رفض الفرض الاصلي وقبول الفرض البديل، اي ان المتوسط اقل من 1000. ارجو تكون المسألة دي لمت الدرس. هو الدرس كله هيتحل بالاربع خطوات دول، يعني اي مسألة هتقابلنا بعد كده هنبص نلاقي نفسنا بنحل بنفس الاربع خطوات دول. بس طلعنا من المسألة دي ان في قيمة جدولية بتناسب 95% او بتناسب مستوى المعنوية اللي هو 5%، القيمة دي اللي هي 1.65 في اختبارات الجانب الواحد، اما في اختبارات الجانبين بنستخدم قيمة تانية اللي هي 1.96%. بعض مسألة تانية بيقول لي لو معلوم من الفحوصات السابقة ان متوسط ارصدة الحسابات المدينة في احد الشركات يتوزع توزيع طبيعي متوسط 160,000 وانحراف معياري 5,000. المتوسط ده ذكر قبل لفظ صحبة عينة، والانحراف نفس الشيء. ناخد بالنا من الكلام. وتم اختيار عينة من 64 حساب، يبقى بدأنا نتكلم عن العينة، عرفنا ان عدد مفرداتها كده 64، فوجد ان متوسط ارصدة الحسابات المدينة 155,000 جنيه. فهل ده معناه ان في تغير؟ ناخد بالنا بقى من السؤال، لان كلمة تغير هنا بتعني ان الاختبار جانبين مش جانب واحد. هل هناك تغير في متوسط ارصدة الحسابات المدينة بالشركة بمستوى معنوية 5%؟ انا عايزكم تخلوا بالكم معايا في المسألة دي يا جماعة، ان في اخطاء كده املائية فيها هنحاول نصلحها مع بعض. بيانات المجتمع، وادي بيانات العينة. بالنسبة لبيانات المجتمع قدرت اعرف ان هي 160,000 جنيه، دي بسميها ميم، والانحراف المعياري 5، المفروض 5,000، دي بسميها سيجما، فبشطب كلمة سنتي دي واكتب مكانها 5,000 جنيه. بالنسبة لبيانات العينة حجمها 164، حجمها 64 تبقى دي نون، متوسط الأرصدة المدينة في العينة 155,000 جنيه، بسمها سين شرطة. ببدأ أحط الفروض. الفرض الأصلي أقول له ميم بتساوي 160، والفرض البديل ميم لا تساوي 160. ليه قلت لا تساوي؟ عشان الاختبار جانبين. بعد كده الخطوة التانية، الخطوات دي لازم أمشي عليها، خطوة مستوى المعنوية. مستوى المعنوية 5% أو معامل الثقة 95% اللي هو المكمل. الخطوة اللي بعد كده حساب قيمة الاختبار. القانون اللي هو معانا لغاية دلوقتي وما اتغيرش، يه بتساوي سين شرطة ناقص ميم على سيجما على جذر نون. عوضت في القانون عن السين شرطة ب155 وعن الميم ب160، وبعدين قسمت سيجما على جذر نون فطلع معايا -8. بدور على -8 دي على الرسمة. لاحظ ان القيم الجدولية اللي محطوطة على الرسمة 1.96 -1.96 دي ما بتتغيرش في كل المسائل، فعشان كده الطالب بيحفظ الرقم دوت بتاع الجانبين. -8 هبص الاقيها وقعت في منطقة الرفض، فبقول له طالما وقعت في منطقة الرفض يبقى كده هنرفض الفرض الاصلي ونقبل الفرض البديل، يبقى كده متوسط الارصدة المدينة بيختلف عن 160,000 جنيه. هنتنقل لحالة العينات الصغيرة اللي بنطبق معاها اختبار ت. اختبار ت شبيه شوية باختبار ي، بس الاختلاف بينه في الصفحة اللي احنا بنتكلم فيها دي والصفحة اللي بعدها بيوضح لك ان الاختلاف هيبقى في الرسمة في الاخر. بمعنى ايه؟ انك هتحتاج ت الجدولية عشان تفصل فيها منطقة القبول عن منطقة الرفض. فلو كان الاختبار جانب واحد بنكشف في جدول ت تحت عمود الفا وقدام صف درجات حرية نون ناقص واحد. اما لو كان الاختبار جانبين بنكشف تحت عمود الفا على 2 وقدام صف نون ناقص واحد. في اختبار الجانبين بيكون الرسمة بالشكل دي. الرسمة قدامك بيقول لك الفرض البديل
بتاعك بيبقى متوسط المجتمع لا يساوي قيمة معينة، فالرسمة بتحتاج ان انت تظلل جانبين اللي هما الديلين بتوع المنحنى، وتحط تيه الجدولية هنا. تيه الجدولية دي هتبقى بالنسبة للطلاب ميزة. ليه؟ لان انا هديها لك في ورقة الاسئلة، هديها لك مع المسألة، بعكس ليه كان لازم تحفظها. اما التيه دي لازم تجي لك علشان تقدر تحطها على الرسمة عشان تقدر تاخد قرار. طب تعالى نشوف لو كان الاختبار جانب واحد الرسمة تبقى شكلها ايه. الجانب الواحد ممكن يكون جانب واحد ايمن او ايسر حسب اللفظ اللي جاي في المسألة. الفرض البديل بيكون على صورة اكبر او اصغر. منطقة الرفض بتبقى تتجمع في جانب واحد بس. هنا لو اختبار جانب ايمن يعني بظلل منطقة الرفض ناحية ايدي اليمين. ليه؟ لان الفرض البديل كان مكتوب فيه متوسط المجتمع اكبر من قيمة معينة. اما لو الاختبار جانب واحد ايسر فبيكون التظليل على ايد الشمال عشان منطقة الرفض بتتجمع عند ايد الشمال، وبكتب عندها القيمة الجدولية بالسالب. ده باختصار يعتبر ملخص اختبار ت. نشوف مع بعض دلوقتي بعض المسائل على هذا الاختبار. معانا مسألة على العينات الصغيرة بتقول لي تدعي شركة أدوية إن أقراص الفيتامين تحتوي على 100 مللي جرام من فيتامين ج في المتوسط. ده ادعاء الشركة. خدنا عينة من 25 عبوة، يبقى نون ب25، واضح إن حجم العينة أصغر من 30. لقينا المتوسط 90 مللي جرام. المتوسط مختلف عن المتوسط بتاع الادعاء، فالمتوسط الجديد ده هسميه سين شرطة. انحراف معياري 25 مللي جرام، يبقى ده عين. هل البيانات دي بتدل على ان الفيتامين موجود بمقدار اقل من ادعاء الشركة؟ ومديني قيمتين للته عشان اختار واحدة منهم. طبعا عشان المسألة فيها كلمة اقل من، فدي جانب واحد، فهنا مش محتاج نقسم الالفا على اتنين، فهنشتغل بالالفا كلها اللي هي 5% كلها. فيبقى قيمة ته اللي في الاول دي اللي هي 1.7 هي اللي هتستخدم في مسألتنا، مش القيمة التانية. امال التانية مديها لك ليه؟ مديها لك زيادة، انت بتنقي منهم التيه اللي بتناسبك. تعال نطلع البيانات. المتوسط 100، نون ب25 حجم العينة. المتوسط عند العينة 90، يبقى سين شرطة 90. بانحراف معياري 25، يبقى عين ب25 ملي. هل تدل البيانات على ان الفيتامين موجود بمقدار اقل من الادعاء؟ عشان كلمة اقل دي يبقى جانب واحد، فعشان كده ناخد بالنا ان احنا نستخدم التيه بتاعت 5% عشان 5% كلها متجمعة في جانب واحد. لما طلعت البيانات ابدأ احط الخطوات المعروفة والمشهورة. الخطوة الاولى الفرض الاصلي بكتب فيه ميم بتساوي 100، والفرض البديل ميم اقل من 100. ميم بتساوي 100 منين؟ جبتها من البيانات اللي فوق من الادعاء. وبكتب جنب الفرض البديل ان الاختبار اللي معايا جانب واحد. بعد كده مستوى المعنوية 5% ثابت في كل المسائل. حساب قيمة الاختبار بكتب له ديباجة صغيرة كده بما ان حجم العينة صغير وسيجما مش معروفة. نستخدم ته. القانون بتاع ته دوت هيبقى معطى ليك في ورقة مستقلة مرفقة بورقة الاسئلة. بس ناخد بالنا ان القانون بتاع ته ده شبه قانون يه قوي. سين شرطة ناقص ميم على عين على جذر نون. هعوض في القانون عن سين شرطة ب90، وعن الميم ب100، وعوض تحت عن العين ب25، وعوض عن النون اللي تحت الجذر ب25. تطلع الت سالب 2. المفروض دلوقتي ان انا اروح للخطوة الرابعة اللي هي الرسم واتخاذ القرار. تعال نشوف كده مع بعض. هناخد القيمة المحسوبة اللي طلعت واروح اعمل الخطوة الرابعة اللي هو الرسم عشان اعرف اخد قرار. طبعا بعمل دباجة صغيرة قبل ما ارسم، بقول له ان انا هكشف في جدول ت عند صف درجات حرية نون ناقص واحد يعني 24، وتحت عمود مستوى معنوية الفا بالكامل عشان الاختبار جانب واحد، فالالفا كلها متجمعة في جانب واحد. نجد ان النتيجة الجدولية 1.711. برسم الرسمة واحط عليها 1.711 بالسالب ناحية الجانب الشمال، وبعد كده ادور على سالب 2 مكانها فين. ابص الاقيها بعد 1.7،
يعني متجهة ناحية منطقة الرفض. فبما أن قيمة ت المحسوبة وقعت في منطقة الرفض، بالتالي هنرفض الفرض الأصلي ونقبل الفرض البديل، يبقى كده المتوسط أقل من 100 مللي جرام. معانا مسألة تانية على العينات الصغيرة. بتقول لي سحبت عينة عشوائية من 6 طلاب، يبقى كده نون بستة، فكانت درجاتهم في مادة الإحصاء 11 13 9 16 11 6. هل تؤيد هذه البيانات أن متوسط درجات الطلبة في الإحصاء يختلف عن 13 بمستوى معنوية 5%؟ ومديني قيمتين للت، قيمة عند 5% وقيمة عند 25 من 1000. أنا ليه تعليق بسيط بس على المسألة دي، إن هو هنا مديني مفردات العينة اللي هي 11 13 6، ومش مديني المتوسط بتاعها. أقدر أجيب سين شرطة؟ أقدر أجيبه، أجمع كل دول وأقسم على 6 زي ما خدنا في الفصل الدراسي الأول، إن إحنا بنروح نجمع القيم ونقسم على عددها. كمان هيلفت نظري المسألة دي ما فيهاش أي بيانات عن الانحراف المعياري، لا انحراف معياري مجتمع ولا عينة ولا أي حاجة. فممكن في الحالة ديت أروح أستخدم قانون الانحراف المعياري اللي أنا أعرفه من الفصل الدراسي الأول، وزي ما قلت لك القوانين هتبقى مرفقة بالورقة. الانحراف المعياري ده بفكرك انه كان عبارة عن جذر تربيعي، وبكتب جواه 1 على ن ناقص 1، وافتح قوس واكتب جواه مج س تربيع ناقص مج س الكل تربيع على ن. الكلام ده خدناه في الجزء بتاع التوصيف، الجزء بتاع المتوسطات، اللي ما كنا بنمسك مجموعة مفردات ونجيب لها وسطها الحسابي وانحرافها المعياري. فطبعا انا ما حبيتش اكرره تاني، انا خدت الناتج الاخير، قلت هجيب س شرطة وعين من خلال تكوين الجدول الاتي. الجدول اللي قدامك دوت حطيت فيه قيم س وربعت كل قيمة، 11 في 11 ب 121، 13 في 13 ب 169، 9 في 9 ب 81. بعد كده جمعت العمود الاول طلع 72، يبقى ده مجموع س. جمعت العمود الثاني 982، ده مجموع س تربيع. اخد المجموعين دول وعوض بيهم تحت الجذر، اطلع الانحراف المعياري، هيطلع 2.36 من 100. دلوقتي بعد ما جهزت السين شرطة والعين، هبدأ انفذ الخطوات بتاعة اختبارات الفروض. الخطوة الاولى احط الفروض، الفرض الاصلي ميم تساوي 13، الفرض البديل ميم اصغر من 13. طبعا المسألة ديت لما جه يكلمك عن متوسط المجتمع حطهولك في اخر سطر في المسألة، ما جابهوش في البداية خالص قبل ما يسحب عينة، ده كتبه في السؤال نفسه. فدايما الفرض الاصلي بيتكتب بالميم، ودايما تاخد بالك الميم دي بتيجي يا اما قبل كلمة سحبت عينة، يا اما بتيجي في السطر الاخير في السؤال نفسه، بتيجي بعد المطلوب على طول. هل تؤيد البيانات ان المتوسط يختلف عن 13؟ يبقى هي ال 13 دي هي الميم. الفرض البديل المفروض بنكتب فيه، عشان كلمة يختلف مفروض بنكتب ايه؟ لا يساوي، بس في خطأ هنا ان مكتوب اقل من. ففي الحالة ده هيت هنحتاج ان احنا نشيل العلامة دي ونحط مكانها علامة. دلوقتي نروح بقى نحسب قيمة الاختبار. فبقول له بما ان نون اصغر من 30 والسيجما مش معروفة، هنستخدم اختبار ت. فبكتب القانون، ت بتساوي س شرطة ناقص ميم على عين على جذر نون. هبدأ أعوض عن س شرطة ب 12، وعن ميم ب 13، عن العين ب 2 علامة 36 من 100، على جذر نون يعني جذر 6، تطلع الإجابة 1.3 من 100 بالسالب. باقي خطوة إن أنا أرسم عشان أخد القرار. فبقول له بالكشف قدام درجات حرية نون ناقص 1 يعني 5، اللي هي 6 ناقص 1 تطلع 5، وتحت عمود 1/2. ليه 1/2؟ عشان مستوى المعنوية متوزع على الجانبين، عند الفا 25 من 1. فهختار التيه اللي هي 2 علامة 571 من 1، بحطها مرة بالموجب ومرة بالسالب على الرسمة عشان احدد بيها منطقة القبول وافصلها عن منطقة الرفض. بروح ادور على 1.3 من 100 بالسالب، القيمة المحسوبة ادور عليها، فلاقيها تقع في منطقة القبول، لان لما بنزل عمود من القمة زي ما قلت ينزل عند الزيرو.
فلما بينزل عند زيرو بمشي في الاتجاه ده 1 2 3 في الموجب، والاتجاه الشمال بمشي فيه، بمشي وسالب 1 سالب 2 سالب 3، فهلاقي السالب 1.3 تقع قبل السالب 2 و571 من الف، فهتبص تلاقي القيمة وقعت في القيم في المنطقة منطقة القبول. فبما انها بتقع في منطقة القبول اذا بنقبل الفرض الاصلي. وبكده يبقى خلصنا التمرين بتاع اختبار ته جانبين، وخلصنا المحاضرة دهيت. في نهايتها هنتفق على حاجة، ان في مجموعة مسائل على هذا الجزء، هذه المجموعة هتلاقيها بعد اختبار النسبة. ليه بحطها بعد النسبة؟ علشان يبقى المسائل قدامك وانت اللي تحدد ده اختبار متوسط ولا اختبار نسبة، يبقى مندمجين مع بعض، ما يبقاش مسائل المتوسط جاية ورا المتوسط على طول. فبكده بنكون وصلنا لنهاية المحاضرة الأولى، بتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله نتقابل بقى في المحاضرة بتاعة اختبار الفروض حوالين النسبة المحاضرة الجاية بمشيئة